لا هو يعني هي رحلة بتمر بحاجات كتير وما هواش لا ديني ولا سياسي صدقيني، هي حاجة اجتماعية ظروف بتحصل للناس، مش يعني حد مثل بس هو مش برضه ما يمدش المسلسل بصلة، بس في ستات كتير بيلبسوا الحجاب عشان المنطقة اللي عايشين فيها، صح؟ يعني ما يبقاش على اقتناع عشان خايفين انه يمشوا في المكان ده بزي غير الحجاب. فبس يعني عندنا مش ده الوضع، وهو مش مسلسل لا ديني ولا سياسي، بس مش هقدر اجاوب اكتر من كده. شكرا.